في الفيديو غنعرفو متتبعي الرأي العام بواحد الفئة معروفة بأساتذة الزنزانة التاسعة علاش كينضلو وكيطالبو، وهم 4600 أستاذ ديال التعليم الابتدائي والتعليم الإعدادي توظفات بالسلم التسعود كتوصل الأقدمية ديالهم 14 سنة. وعلاش الزنزانة التسعود؟ حيت محبوسين في ذاك السلم من 2012 العام اللي تحدث فيه التوظيف بهذا السلم، والتوظيفات الجديدة من ذاك العام إلى يومنا هذا كلها بالسلم 10 اللي بلغ عددها أكثر من 80,000 أستاذ جديد. غنناقشوا هذا الملف من الناحية القانونية سواء في النظام الأساسي الخاص بموظف الوزارة التربية الوطنية والنظام الأساسي ديال الوظيفة العمومية. هذا السلم تسعود غادي ينتهي من المنظومة التربوية المغربية، ولكن مع الوقت غادي نوصلوا له في عام 2000 تقريبا 2013 بداية 2014. تشير المادة 107 من النظام الأساسي الخاص بموظف وزارة التربية الوطنية وفق آخر التعديلات اللي كانت 17 أبريل 2014، وتممت بالمادة الأولى من المرسوم 2478 الصادر بتاريخ 4 ماي 2004، والمادة الأولى من المرسوم 2078 الصادر في 9 يوليو 2007، كتشير إلى أن الوزارة إلى توقفات بالتوظيف بسلم معين كتوضعه في طريق الانقراض وتقوم بتسوية وضعيات القابعين فيه، وهذا الشيء اللي ما قامتش به الوزارة سنة 2013 ملي بدا توظيف السلم 10 خلات هذوك اللي في السلم 9 ما رقاتهمش للسلم ديال التوظيف الجديد، وهذا الشيء كانت الوزارة احترمته ملي بدات توظيف السلم 9 ملي خدا المرتبين بالسلم 7 والسلم 8 رقاتهم للسلم ديال التوظيف الجديد. وكاينه كذلك هيئة المراقبة والتأطير ديال مفتشي التعليم الابتدائي المرتبين في السلم 10 ملي حذفات هذا السلم رقاتهم كاملين للسلم 11 اللي هو ديال التوظيف الجديد. وفي النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الجاري به العمل لحدود ساعة نطرقوا على واحد الفصول كنلمسوا فيهم غياب التنزيل لهذه العقود اللي فيها على أرض الواقع، الفصل 29 والفصل 35. فصل 29 يقرر المشرع دور اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء في ترقية الموظف سواء في الطبقة أو الدرجة أو الرتبة، ليعود من جديد في الفصل 35 ويؤكد على أنه لا يحق لأي عضو من أعضاء هذه اللجنة أن يبدي اقتراحا في ترقية موظف أعلى منه في الرتبة. تخيلوا معايا مجرد أن يكون أعلى منه في الرتبة، هذا في التنظير. ولكن في الممارسة هناك أساتذة في الدرجة أدنى اللي هما في السلم 9 يشاركون في حراسة أساتذة قيد التوظيف في درجة أعلى منه اللي هما سلم 10. دققوا الآن بين التنظير والممارسة، أساتذة السلم 9 يشاركون في حراسة أساتذة قيد التوظيف سلم 10، أساتذة السلم 9 يتم استدعاؤهم لتصحيح أوراق امتحان المباريات التي سيوظف بموجبها أساتذة السلم 10، أساتذة السلم 9 يشاركون كأساتذة مصاحبين وممارسين في تأطير وتكوين أساتذة في درجة أعلى منهم، أساتذة السلم 9 يشاركون كأعضاء في اللجان التي تمنح أساتذة السلم 10 الترسيم والكفاءة التربوية. لكم أن تتخيلوا الفرق بين الدرجة والرتبة، إذا كان الفرق في الرتبة فقط لا يمنح الحق للعضو في اقتراح من داخل اللجنة الإدارية، فكيف بالفرق في الدرجة مع حجم المهام التي أنيطت لأساتذة الزنزانة التاسعة ولا زالت إلى حدود اليوم؟ شنو هو الجواب ديال الوزارة؟ مسألة ديال الترقية الاستثنائية ديال هاد الأساتذة. اليوم هاد الأساتذة غير باش نوضحوا الأمر للرأي العام، هما ماشي محاصرون، كاين واحد نمط الترقية ديال السنين وعشر سنين وتسقيف، ولكن هاد الناس خصنا لابد نسرعوا لهم الوتيرة ديال الترقية، لأن ما يمكنناش ننجحوا الإصلاح بدون هاد الفئة. اليوم تقريبا كيشكلوا واحد 4700 أستاذ، خصنا لابد نهضوا بهم وناخذوا بيديهم وندعموهم باش ونعترفوا بالدور اللي كيقوموا بهم حتى يمكننا ننجحوا هذا الإصلاح. اليوم كاين هذا الإرادة متواجدة كاينة، ولكن الحل ما عنديش أنا بوحدي، الحل في الحكومة في وزارة المالية في رئاسة الحكومة، والحمد لله كملف ديال 7 و8 هذا الملف 9 هو عطينا من الأهمية. الوزارة كتقول غير محاصرون، شحال كتمثل النسبة ديال 7% أو 13% ديال النجاح في 4000 أستاذ والأساتذة غادي العدد ديالهم كيتقلص.
أضيف إلى ذلك أنهم محرومون من المباريات الداخلية للوزارة، منها الإدارة تفتيش تدريس الجالية.